في العالم يوجد العديد من الوجهات السياحية، لكن الكثير من الناس يأتون من جميع أنحاء العالم إلى بالي لزيارة هذا المكان. إن كنت من محبي الإثارة والمغامرة، كمل الحلقة للأخير باش تتعرف معنا على هذا المكان. يسير اليوم رهدين معاه لمعبد أولواتو. هذا المعبد يقع على جزيرة بالي الأندونيسية، يطل على المحيط الهندي، ويعتبر واحداً من 9 المعابد الموجودة على الجزيرة لحمايتها من الشر. Why you are why? Why? It's ceremony of what? Yeah. We are free. Oh, amazing. Yeah. Thank you so much. Thank you. يتميز معبد أولواتو بغابة جافة صغيرة، حيث يسميها السكان المحليون الغابة المحجوبة، وهي تحيط بالمعبد حيث يسكنها المئات من القرود، ويعتقد أنهم المخلصون للمعبد. Can you take it off? وفي مدخل المعبد ستجد بوابته المجنحة التي تعود إلى القرن العاشر مع تماثيل شبيهة للإنسان. الله غير عندهم عفسة هنايا، الشتا تاعهم قبل يطلع عليا، الشتا ما تشمخش، الشتا في بالي والله ما تشمخ. وزيد طوم في المغطية كاع بشجر. كنت ميت بالعيان، اون فور ماني اون سوبر. عندما تراه ستشعر وكأنه يطفو بشكل مهيب على حافة هضبة شديدة الانحدار على ارتفاع 70 مترا فوق سطح البحر. يعتبر المعبد مقصداً شهيراً للزوار، وبالتأكيد هو واحد من أفضل الأماكن في بالي لمشاهدة غروب الشمس الساحر. يقام في معبد أولواتو العروض الثقافية المثيرة، مثل رقصة كيكا كنارية التي تعكس تراث الجزيرة وتقاليدها العريقة. مكان أكثر من رائع، سيبقى في ذاكرتك إلى الأبد. Yeah.
strong conviction of the show for this evening. And thank you for being together with us. Hope that all of you have enjoyed your visit, especially the show. Before you are leaving,